تمهيدي ماجستير اقتصاد ومحاسبه، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في المحاضره السادسه من مقرر نظريه اقتصاديه. طبعا في المحاضره السابقه كنا قد تناولنا موضوع البطاله، وفي المحاضره اللي قبلها اتكلمنا عن موضوع التضخم. دلوقتي عايزين نعرف وجهه نظر المدرسه الكلاسيكيه في هذه الموضوعات، ووجهه نظرها في موضوع التحليل الاقتصادي في اطار النظريه. طبعا احنا عارفين ان المدرسه الكلاسيكيه هي سابقه للتحليل الكنزي، وبناء على مشاكلها جاء التحليل الكنزي لاحقا، وانه هذه المدرسه اللي هي الكلاسيكيه زعمت او رات قدرتها على تفسير كل الاحداث الاقتصاديه، لكن للاسف عندما حدثت ازمه الكساد العالمي عام 1929 عجزت هذه المدرسه عن تفسير الاوضاع والازمات بعد الحرب العالميه الاولى وكذلك ازمه 29. النظرية الكلاسيكية لها فروض أو مبادئ، من ضمنها حيادية النفقة العامة، حيادية الضريبة، توازن الموازنة العامة، وبتقول إن النظام الرأسمالي دايما في حالة توازن عشان استخدام الكامل لوسائل الإنتاج. كما تفترض هذه النظرية توازن بين الإنتاج والاستهلاك، وبتقول إنه دايما التوظف كامل للموارد ومفيش طاقات عاطلة، مفيش وجود، بتقول إن مفيش وجود طاقات عاطلة، بل بتفترض وجود معدل بطالة طبيعي زي ما احنا قلنا في محاضرة البطالة السابقة، وبتقول إن النقود محايدة لأنها بتنظر لها نظرة وسيط للتبادل. لكن هذه النظرية بتفترض عدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، الدولة تشيل ايدها، وبتقول انه قانون ساي اللي هو طبعا او قانون ساي العرض بيخلق الطلب المساوي له، بتقول انه في منافسة حرة كاملة، بتقول العرض الكلي هو اساس التحليل، طبعا عند كينز بعد كده هيجي التحليل الكلي، وبتقول انه الاجور والاسعار مرنة مرونة كاملة. طبعا النظرية النقدية الكلاسيكية ونظرية كمية النقود هعديهم لانه دول طبعا مش عنصر رئيسي في هذا الموضوع، لكن هاخد الطلب على النقود في هذه النظرية، ده يهمنا طبعا. ان النظرية الكلاسيكية بتفترض ان الطلب على النقود بيتحدد بقيمة المبادلات او المعاملات فقط عكس كينز بعد كده، وقالت ان النقود بتستعمل في نظام المبادلات خلال فترة معينة، وبتبقى مجرد وظيفة لكوسيط للمبادلة، وبتقول بيتحدد الطلب على النقود بكمية النقود اللي الأفراد راغبين في الاحتفاظ بها في صورة أرصدة نقدية حاضرة في أي لحظة من الزمن، يعني عندهم وظيفة النقود مخزن للقيمة. لكن هي بتنظر لسعر الفائدة كمان، أو إزاي تحدد سعر الفائدة في هذه النظرية، بتقول بيتحدد بتوازن عرض وطلب رؤوس الأموال، وبتقول إن كل فرد بيدخر ثم يقوم بالإنفاق في نفس الوقت، فبتقول إنه الإدخار هو إنفاق على السلع الانتاجية والاستثمار، ومرونة سعر الفائدة هي الآلية اللي من خلالها بيتحقق التعادل بين الادخار والاستثمار، وبتقول إن زيادة سعر الفائدة تؤدي لانخفاض الطلب على الادخار والعكس صحيح. جزئية مهمة جدا في هذا النظرية اللي هي بتنظر لسرعة دوران النقود والناتج المحلي والتوظف الكامل، كلهم بتفترض فيهم حالة ايه؟ ثبات سرعة دوران النقود، ثبات مستوى الناتج، وبتقول ان التوظف الكامل يعمل في مستوى الاقتصاد كله شغال في مستوى توظف كامل، يعني حالة توظيف كامل. نظرة هذه المدرسة او النظرية لسياسة تدخل الدولة وسياسة حرية العمل بتقوم على مبدأ عدم تدخل الدولة، يعني هي النظرية الكلاسيكية بتقول ان الدولة المفروض ما تدخلش، يعني هنا مفهوم او سيادة مفهوم اليد الخفية اللي قاله سميث سابقا، إن الحكومة يجب ألا تتدخل في الشؤون الاقتصادية، ويعتقد الكلاسيك أن المساواة بين الطلب والعرض الكلي ممكن يتحققوا لو الدولة ما تدخلتش، وبتقول إن الاقتصاد سيكون قادر على تصحيح نفسه بنفسه. السياسة النقدية في هذه النظرية هي الطريق لرفع الأسعار. دي سياسة النقدية أو السياسة النقدية في النظرية الكلاسيكية بتقول الطريق لرفع الأسعار من خلال زيادة عرض النقود. ده بيؤدي الوضع اللي بيؤدي بالاجور الحقيقيه انها تبقى عند المستوى التنازلي التوازن المناظر للتوظف. طبعا الفكر الكلاسيكي برمته بيعتبر التوسع النقدي اداه فعاله لاستعاده التوظف الكامل، وازاي من خلاله يقدر ياثر على مستوى النشاط الاقتصادي. طبعا هنا هذه السياسه بتتضمن ان البنك المركزي هو المتحكم او اللي هو هياثر على مستوى الائتمان باستخدام الادوات الشهيره طبعا زي سعر اعاده الخصم، السوق المفتوحه، تغير نسبه الاحتياط النقدي. ممكن البنك المركزي ياثر هنا على سعر الفائده، وممكن من خلال ذلك التاثير سواء بشكل مباشر في قرارات الافراد بالاستثمار او الادخار او الاستهلاك. في نهايه هذه المحاضره نشكركم جزيلا لحسن استماعكم، ونراكم على خير ان شاء الله في محاضره قادمه.